لو عندك الأعراض اللي هنذكرها دي يبقى عندك دهون على الكبد أو كسل في الكبد. أول حاجة خمول وكسل مستمرين ورغبة شديدة في النوم طول الوقت. تاني حاجة صداع، دوخة، ضبابية في الرؤية وخصوصا عند التعرض للشمس. تالت حاجة انتفاخ وألم أسفل القفص الصدري في الجزء العلوي الأيمن من البطن. رابع حاجة حرقان وألم بين الكتفين وأسفل الرقبة، كمان هرش في الجسم كله. خامس حاجة تورم القدمين وشعور دائما بالامتلاء، كمان ارتفاع ضغط الدم. سادس حاجة فقدان الرغبة الجنسية وتنميل الأطراف خصوصا الإيدين. سابع حاجة عدم القدرة على التركيز، كمان هتلاقي في بقع داكنة وغير موحدة على الجلد خصوصا في منطقة الرقبة ومنطقة تحت الإبطين. أما عن أنواع الكبد الدهني والأسباب والعلاج هيكون في الفيديو اللي جاي، بس ياريت تعمل شير للفيديو ده علشان يوصل لغيرك والكل يستفيد. وما تنساش ان انت لو على اليوتيوب تشترك في القناة وتفعل زر الجرس. شكرا ليكم وسلام عليكم.